صباح الخير زينة، سعد صباحك سمان. كيفك اليوم؟ كيف البرد معك؟ لا اليوم يعني نحن جوا مطعم بابيليتو شوي أحسن من برا يعني. أكيد بنتشكر إدارة مطعم بابيليتو على استقبالهم اليومي بهالفترة لنا، وأكيد يسعد صباحك عن جديد، وصباح كل من عم يتابعنا. نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعادة والطاقة الإيجابية والحب والصحة والسلامة لكم. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والأخبار المنوعة، ابو برفقتنا بحلقة مميزة كثير أنا وزينب. يسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحك يا سمر، ومبسوطة أني اليوم معك، وأكيد صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وخاصة صباحنا غير. اليوم ضمن صباحنا عنا كثير من الفقرات والفعاليات من كافة المحافظات السورية. أكيد بالبداية بنتمنى لكم نهار يكون كثير حلو، في انفراج لكم بكل الأصعدة، وأكيد إن شاء الله هيك يحمل معه الخير الصحة والسلام لقلوبكم. أكيد ضمن صباحنا رح يكون معنا كثير من الخبريات، خلوكم معنا لكن بعد الفاصل. أكيد يا زينب، بداية أخبارنا لليوم بدنا نحكي عن خبر رحيل الفنان والمخرج الكبير علاء الدين كوكاش، وهو من أبرز مبدعي الدراما التلفزيونية السورية. كتب القصة القصيرة والمسرحية من مواليد حي القيمرية بدمشق عام 1942. أخرج خلال مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من 40 عاما أكثر من 30 مسلسلا تلفزيونيا، كما كتب وأخرج 3 أفلام تلفزيونية تحت عنوان لا لن ترحل القلب يحكم أحيانا عام 1994، ومسلسل أهل الراية الجزء 2008، ومسلسل رجال العز. حاز على جائزة تقدير من مهرجان دمشق السينمائي 9 عن دوره التمثيلي في فيلم المتبقي، والذي صور في سوريا عام 1995. لا وبالأخير أكيد خلينا نتابع التقرير التالي. أكيد بعد ما شفنا الصور بنقول السلامة لروح المخرج الكبير علاء الدين كوكش، اللي كان له بصمة سمر بأعمال البيئة الشامية بشكل كتير كبير، وأكيد كان آخر أعماله يعني كان كتير له صدى ووقع بالمجتمع السوري. هلأ صار وقت الفاصل، لكن فاصل مع أخبار منوعة ومفيدة لكم بهالتقرير. هل تعلم أن السكر ليس له تاريخ انتهاء صلاحية، وذلك بسبب عدم احتوائه على الدهون؟ وهل تعلم أن أنقى بحيرة في العالم هي بحيرة ماكدونالد مونتانا، وهي بحيرة ناتجة عن ذوبان الثلوج؟ هل تعلم أن النوم لمدة 9 ساعات أو أكثر يومياً يجعلك ترغب بالنوم أكثر ويزيد احتمالية إصابتك بأمراض القلب؟ هل تعلم أن المشي أو الاتكاء على قدمك أو يدك وهي مخدرة قد تتعرض للكسر؟ هل تعلم وأنت غير قادر على تذكر 95% من أحلامك يعود بسبب حدوث بعض التغيرات في المخ أثناء النوم، والتي لا تسمح بتخزين جزء كبير من المعلومات؟ العلماء يقولون أن الكسل شيء طبيعي يمر به المراهقون، وهذا لا يعني سوء تصرفهم أو قلة ذكائهم. وهل تعلم أنه قبل النوم 93% من المخ يبدأ بتصوير أشياء تتمنى أن تحدث؟ هل تعلم إذا استمرت صداقتك بشخص ما لأكثر من 7 سنوات فغالباً سوف تستمر إلى الأبد؟ وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم، ولكن المساحة اليوم بتهم والموضوع بهم كل السيدات والصبايا سمار، لأنه كثير من السيدات ممكن يكونوا عم يلجأوا لوضع ماسكات حتى المكياج من أجل إخفاء العيوب اللي عم تظهر بالوجه، مثل الهالات السوداء تحت العين أو تغيير لون الجلد بأماكن مختلفة من الجسم. هذا السبب المباشر اللي غير معروف بالنسبة للسيدات اليوم بدنا نعرفه، طبعا لتغير لون الجلد وليش عم تظهر الهالات السوداء تحت العين طبعا، ونصائح كثير راح يعرفنا عليها الدكتور هايكا سيروبيان اختصاصي جلديه. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يا يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك.
أكيد. الله يسلمكم. بالبداية مثل ما حكينا بدنا نحكي اليوم عن الهالات السوداء تحت العين، خلينا نعرف شو السبب ظهور الهالات السوداء تحت العين، وبشكل كمان بس بتفرق من شخص لآخر، أحيانا بيكون كتير غامق، أحيانا بتكون المنطقة مثلا سوداء بس يعني أخف من غيرها، خلينا نحكي عن السبب. الهالات السوداء اليوم صارت هي حالة عم نشوفها كل يوم حتى بالحياة العادية، طلعوا حواليكم تلاقوا نسبة كتير كبيرة وخاصة عند الصبايا حاطين كونسيلر بس مشان يغطوا موضوع المظهر هذا السواد اللي بيوحي بالتعب. يعني اليوم أي حدا مهما كان بشرته نقي، مهما كان صافي، مهما كان اللوك تبعه حلو مثل ما بيقولوا، بشوية هالات سوداء بصير بيوحي بالمرض. العين دائما بتصير توحينا بي بيقولوا الإنسان العين معرفة الكلام طبعا. أو حتى المظهر تبع الإنسان بيرتبط كثير بعينه. الهالات السوداء اليوم مشاكل كثير، اليوم تتبع أهم شيء العادات الغذائية، يعني أسبابها مشاكلة من أسباب مشاكل كتير عادات الغذائية اليوم، نقص الحديد، نقص الحديد أو مخزون الحديد، نقص فيتامين دي، مشاكل وعائية موجودة عند الشخص، خلل تغذوي ما ممكن موجود، عادات سهر، كمبيوتر، شاشات، نقعد قدام على فترات طويلة. الحقيقة هي الوراثة طبعا، بس اليوم فينو حدا يقول لي على حساب أي مورثة موجودة هاي الهالة؟ أنا موجودة يعني، ما هي كلام نقول عائليا موجودة هاي القصة أكثر من غيرها، لأسباب أنه قد يكون عائليا بنفس اللي عندهم مشكل بالتغذية، ممكن يكون عائليا عندهم مشكل وعائي، ممكن يكون عائليا عندهم مشكل مرضي ما بينعكس على العين، لكن ما في مورثة مباشرة مسؤولة عن السواد تحت العينين. يعني ما في شيء أنا بورثها اليوم على طفل، هي بتظهر مع الأيام نتيجة العادات، ممكن تكون أحيانا عادات عائلية تغذوية ممكن تكون موجودة بالعائلة، أو استعداد لظهور هاي الإصابة موجودة عندهم أسرع استعداد، لكن ما وراثة مباشرة. نعم دكتور، مو بس الهالات السوداء تحت العين عم تظهر هاي المشاكل، كمان تغير أو بقع داكنة بأنحاء مختلفة من الجسم، كمان خلينا نعرف شو سببها ليش عم تظهر بقع داكنة. هذا بحر اليوم، بقع داكنة نحن بنفسرها بشكلات كتير. لأعطيك مثال، واحدة بشرتها بيضة بصير معها شيء بسموه عنا بالجلدية فرفورية، هي نوع حدث وعائي، ممكن يكون هذا الحكي عند البشرة البيضة اليوم حمراء، عند البشرة السمراء اليوم تبين سودة، فمفكرة تصبغ، هي مشكلة وعائي. رجعنا لنفس الفكرة، في تصبغات بالجسم اليوم تتبع مثلا تصبغات اللي بتظهر تحت الإبطين، مثلا منطقة الإبطين، منطقة العاني، منطقة المفاصل مثلا بالركب بالكوع، هذا الشيء كل واحد منهم بيرجع لأسباب مختلفة، فهي ما بحر كتير كبير. كل حالة عند مريض بتفرض حالة تختلف. في أسباب اليوم مناعية بتسببها، في أسباب كتير ممكن تكون نحن عنا درجة عادي كل شغلة بتطلع كمان على الجسم، بده يروح فحص الكبد تمام، فحص مدري شو، الحقيقة هي موجودة بس إنه هي احتمالاتها كتير ضعيفة. في أسباب كتير شائعة، وفي أسباب مناعية ممكن تكون موجودة، في أسباب ممكن مثل اللي بنعرفها من الدولة، بس هي ما أنا أسباب شائعة أبدا. كل حالة بتفرض وضعها، وكل حالة إلى علاج مختلف. على فكرة ما في شيء اسمه كريم مضاد للتصبغ بيجي أنا بحطه اليوم بينفع منطقة الإبطين، هو نفسه اللي بينفع على الجسم، هو نفسه اللي بينفع على الكوع والركب. مثلا عادات مثلا عنا مثلا النساء اللي بتصلي مثلا دائما بنلاحظ عنده منطقة الركبتين عندهم فيها نسبة سويدات، اللي هي على منطقة السجود. العادات اللي موجودة في بعض البيوت عنا بالقعدة على الأرض مثلا، وبيحطوا ركبهم على الأرض وبيقعدوا عليها لفترة منيحة، هذا كمان ممكن تسبب اسوداد نتيجة الاحتكاك، نتيجة التقران. هون الاسوداد سببه فرط تقرن، يعني الجلد نفسه بصير في تقران وبيعطينا هذا المظهر الأسود. هلا ما بيتعامل معاملة التصبغات تمام. هذا بيتعالج معالجة الجلد المصاب بفرط تقرن أو قشوني، هي خلينا نحكيها باللغة العامية، هي اللي تعالج وتلاقي اللون شوي شوي بيتراجع. المشاكل اللي علاقة بالتصبغ بشكل مباشر ترتبط بحسب، مثلا نفترض عندك الإبطين ممكن يكون هذا سببه مواد مزيلة للتعرق، مثلا العطور ممكن تتطبق ببعض المناطق المحيطة، هذا الشيء بسبب لنا سواء منطقة العانق، بعض المشاكل الهرمونية بتلعب، بعض المشاكل الالتهابية بتلعب دور. الحقيقة أنه هو بحر،
يعني كل حالة منهم ممكن تكون إلى نمط علاجي وإلى نمط علاجي تدبير مختلف. مثلا تحت القبض إذا صار في المنطقة غامقة ممكن بالليزر ممكن يتعالج وتصير بتوحد لون الجلد. وخلينا كمان دكتور نحكي عن الماسكات الطبيعية، مثلا بيقولوا الشاي إذا حطيناه بيروح الهالات السوداء، مثلا الركب إذا صاروا غامقين كتير إنه جيبي ليمونة مثلا وفركي ركبتك مثلا بيروح هذا اللون الغامق. خلينا نحكي عن هاي الثلاث نقاط اللي حكيتها. الليزر اللي حكيتي عنه إجراء صحيح، تمام. وعلى فكرة في كتير سيدات بيعملوا ليزر شعر ما بيعرفوا إنه ليزر شعر نفسه ببعض المعايرة للجهاز ممكن يروح التصبغ، وهي المعايرة بدها تترافق مع مستحضرات ملطفة خارجية وبدها تكون زمن الجلسات متقارب، يعني بدها ترجع للمركز اللي هي عم تعمل فيه الجلسات إذا كانت عم تعمل جلسات ليزر، وبتقدر تتنبهن لفكرة إنه أنت حابة تخلصي مثلا موضوع السواد بمنطقة العانة أو البطين، يعني مناطق السنايا بسموها عنا، تمام. وبياخذوا التدبير المناسب حسب الخبير اللي عم يشرف عليهم، الطبيب اللي عم يشرف عليهم هو اللي بيعطيهم التدبير المناسب. بالنسبة للإجراءات الطبيعية اليوم نقول كمادات الشاي هاي بتجي على وزمات، مثلا تعب سهر ممكن تنفع معنا كمادات الشاي البارد، بتصير يعني هي بتهدي. اليوم نفرك المناطق الخشنة بالليمون أكيد بتعطينا إذا فركناها شيء من النعومة فبتخفف، لكن هي إجراءات لطيفة بحالات بدائية ما بتشتغل إذا كان عندنا لحنا تصبغ حقيقي. التصبغ الحقيقي بدها تلجأ لتدبير قد يكون طبي تماما وبدها تراجع فيه الطبيب. السواد تحت العينين مثلا الإجراءات كتير ترتبط بالحقن بالمنطقة أكثر، وهو الأكثر نفع يعني اللي بيعطينا نفع أكثر والأكثر مجاعة بالموضوع هو الحقن. طبعا في أبر كتير بتشتغل بهذا الموضوع بتعتمد مستحضراتها على يا أما النياسين أو الفيتامينات، مثل النياسين مثل فيتامين إي، هدول كتير مهمين بالنسبة لمنطقة السواد تحت العينين. ممكن نعتمد على الجروس فاكتورز أحيانا، ممكن تعتمد أحيانا على الهيالورونيك أسيد نان كروسلينج النظام اللي بيعتمد على الترميمة أكتر، هذا موضوع ممكن يشتغل. وبيعتمد كتير على قابضات الأوعي، هاي نقطة كتير مهمة لأنه دائما السواد تحت العينين هو مشكل وعائي أكتر. إحنا بنفكر السواد أنه لون من برا، الحقيقة أنه هو ثلاث ليارات، السطحي هو اللون اللي هو النتاج النهائي عن اللي صار تحته، واللي تحته وزمة دموية مثل الكدمة هذا بتتشكل فيها بسموها الوشم الهيمي أو الوشم الدموي، واللي تحته هو الأصل هو تمزق بالأوعية الشعرية الموجودة في العمق. يعني مثل إذا عنا لحنا جدار وهالجدار في بقلبه ماسورة مي وطقت ما بتنش بتطلع لبرا، نفس المبدأ هاي الأوعية الشعرية بتنش وبتصير بتعطي المنطقة فيها وزمة دموية أو وزمة من كريات الحمر بسموها الوشم الهيمي اللي هي بتولد لون لفوق. أي علاج للعين اليوم ما بيرتبط إنه أنا اليوم والله حط كريم أو حط مستحضر أو حط مثلا كمادات، الحقيقة في عندك إصابة تحت بدك تخلصي منها، هذا إذا ما خلصنا منه ما بناخد نتيجة. يعني مشان هيك أغلبية مستحضرات حول العينين بتلاقيها اللي عم بيستعملوها بيقول لك ما استفدنا منها كتير، نتيجتها محدودة، خفت شوي بس ما بتعطي نتيجة. الحقيقة إذا ما كان في إجراء اليوم علاجي حقيقي للمنطقة، وعلاجي على فكرة ما هو إجراء مرة أو مرتين، هو وقت بياخد وقت يصل للست شهور وأحيانا لثمان شهور لنقدر نخلص من المشكلة. نعم دكتور. طيب بما انه هي المشكله عند غالبيه الصبايا وعم يلجأوا مثل ما قلنا حتى لو باعمار صغيره ممكن للفيلر للبلازما للميزو، خلينا نحكي شوي كيف فينا نعتني بالمنطقه تحت العين؟ يعني الهالات السوداء هي مشكله شائعه جدا. هلا بس بدي تنويه صغير، اول شغله الفيلر بيشتغل بس بالحاله اللي بيكون فيها العين مجوره، خلينا نحكي بالوعاميه كثير، اللي بتكون السواد ناتج انه بالاساس ما عندي وساده في بين الجلد وبين الحجاج، فعمليا تمليها فبيخف اللون فقط، ما في فيلر بيروح لون السواد تحت العينين. مبدا الفيلر هو الامتلاء بس ما في مبدا اليه بقلبه انه هو يجي يقول لك انا هذا الفيلر اليوم اذا عملناه بيروح السواد، مستحيل. الميزو في تداخل شوي ما بين الابر العلاجيه وما بين الميزو، كل منطق حقن بالوجه صار العرف نسميه ميزو. حتى تداول الشركات تقول لك عندي إبرة ميزو. الصبايا ما كتير عندهم معلومات. تمام، أي إبرة اللي إحنا بنعطيها بشكل سطحي بالوجه بسموها إبر ميزو. هي تقنية خلينا نعتبرها إنه الميزو هي تقنية حقن بالوجه، تختلف المواد حسب الهدف. مشوة تحت بند ميزو، الحقيقة إنه هي في إبر علاجية ما فينا نعتبرها ميزو. هي إبر علاجية نظام إلى نظام وإلى بروتوكول
وبتاخذ نتيجه، وبعد النتيجه حتى لحالها ما بتشتغل، بدها تكون جزء من كورس علاجي تعالج فيه السبب. يعني انا اذا عملت ميزو وعندي مثلا فقر دم، شو بدي ينفعني الميزو؟ اليوم انا عندي مشكل مثلا نقص فيتامين دي، شو بده يشتغل الميزو؟ بالنهايه ما راح يشتغل هذا الموضوع. لكن اذا كان في خط او خطه علاجيه صحيحه، ومع هاي الخطه العلاجيه اليوم تبعنا الجلسات المناسبه، وهون ضروره الجلسات على فكره بالسواد. ليه؟ لانه انا ما عندي حبي باخذها من هون توصل للعين، هي شغله كمان خطا، ولا الكريم من برا راح يوصل للعمق ويصلح لي الاوعيه. العلاج مثل ما حكينا بده يكون علاج على اللايرات الثلاثة، على الطبقات الثلاثة اللي احنا عم نحكي، او المراحل الثلاثة لتكوينه. فالحقن هون ضرورة لكن ما بيكون لحاله. هاي من الشغلات المهمة. شو حطي لي كمان؟ العناية. العناية فيهم هي بس موضوع تغذية بشكل رئيسي. يعني اليوم نحن كل ما كانت تغذيتنا صحيحة، كل ما كانت تغذيتنا غنية بالحديد، نظام النوم تبعنا سوي، ما عنا مثلا سهر كتير، ما بنقعد قدام شاشات لفترات طويلة، هذا أهم شيء بالعناية. التغذية هي أساس كل شيء. أكيد دكتور، خلينا نتعرف أكثر على الأمراض المرتبطة بتغير لون الجلد، مشان مثلا أي صبية مثلا هلا عم تسمعنا عندها هالات سوداء، إنه تروح مثلا تروح تعمل تحاليل مثلا مثل ما حكيت انت، مثلا عندها مثلا نقص بفيتامين معين ممكن يسبب لها هالات سوداء، عندها مرض معين ممكن يسبب لها هي المشكله كمان. هلا لاقول لك شغله، هي ما بجوز هي تروح عند تحليل، يعني هي بتراجع عياده. تمام. والاستجواب الطبي اللي بيتم بالعياده هو اللي بيوجهنا لحنا شو بدنا نطلب. اليوم ما في شيء اسمه ليست التحاليل. طب اليوم بيندمج الموضوع حتى مثلا مع مشاكل هرمونيه احيانا. تمام. هل يعقلني لا والله لازم تعملي تحليل الفلاني والفلاني والفلاني، هي لسه بتنزل بتعملها اليوم تحليل هرموني بكلفة 100,000؟ كان دكتور المريضة اللي بتيجي لعندك شو الإجراءات؟ أول إجراءات من هو الاستجواب الطبي اللي بوجهنا لحنا لوين، هل هو في عن خلل غذائي بوجهني اليوم لمشكل مثلا نقص أحد الفيتامينات بكون له مظاهر تاني. يعني مثلا سواد تحت العينين اليوم أحيانا بترافق بقلك تكسر أظافر، تعرفي أنه عندك توجه مثلا يا الحديد يا الفيتامين دال، تساقط شعر، بتعرفي لوين بتتوجهي، عادات مثلا ترتبط بالسهر وغيره، في عندك تعليمات لازم تترافق مع العلاج، مشاكل هرمونية بتكون إلى مظاهر تاني. نعرف أنه أنا اليوم ما هو الهرمون اللي راح يصلحها، لكن ضبط المشاكل الهرمونية بيسهل موضوع العلاج. بالمناسبة إذا عالجنا الأصل ليس بالضرورة أنه الطيب النتيجة. يعني أنا اليوم بقول لهم دائما مثلا، إذا أنا عندي بلور وفي واحد وراء البلور مسك حجر وضرب ليها، حتى لو طلعت كمشته لهذا الشخص اللي ضرب لي الحجر ولميت البلور من الارض، ما تصلح البلور، بدي ارجع اصلح البلور لحال. نفس المبدا هون بالعلاج، اذا انا عندي مشكل وجود مثلا نقص بالحديد مثلا، نقص فيتامين د، ما تعويضه هو اللي بيصلح المشكل، تعويضه هو اللي بيسهل الشفاء، لكن او بيلغي على الاقل السبب، لحتى اذا نحن تعالجنا ناخذ نتيجه علاج جيده. دكتور، طب شو هي الأخطاء الشائعة اللي عم تلاحظها بكثرة عند السيدات والصبايا اللي عم يجوا لعندك بما يخص العناية بالبشرة؟ هون هي لطيف. يعني في أخطاء وعادات كثير الحقيقة. لا ليش يعني العادات، نحن في عنا عادات اجتماعية بتحكمنا. أول عادات الاجتماعية اللي بتحكمنا مكياج. تمام. أي اليوم أنت بالميك اب أنت مضطرة لتروح زيارة ولا تطلع تروح تنزل دومي ولا تقعدوا هلا أنتوا قدام الشاشة وا 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 إلى آخره. الميك اب نحن إنه أي ست بتمشي لبرا بتفترض إنه هذا الميك اب اللي هي حاططه هي حمت حالها كعناية بشرة، هو أكبر أذية للبشرة. هلا كيف نتجنبها؟ ما في تجنب، فينا نلطفها. أما قلت لي إنه والله أنا بحط ميك اب وبشرتي صافي، ما راح تزبط. صافي اليوم ما راح تكون صافي بكره. وهو في شيء مثلا انتم مجبورين تحطي ميك اب تطلعي على شاشه، بس انا بستغرب بالست اللي بتفوت لعند جاره بتحط ميك اب تشرب فنجان قهوه. يعني شو جابره؟ يعني هلا في ناس مثلا بتضطر، مثلا انتم هلا نتيجه اضاءه وتصوير مجبرين بشيء محدد، لكن هل يا ترى هذا الجبر بخص الكل؟ او انا بنزل والله برقلي بقهوه بروح بدي احط فول ميك اب كاني رايح على عرس، بقعد ثلاث ساعات لحتى ارقل ساعه. هي هون المشكله اللي عم بتصير عنا. الميك اب اليوم بالنهايه انا دائما يعني اطلعوا على المواد على الصواغات، وقت بتشيلوا القطنه دائما اطلعوا شو في على القطنه. هذا الشيء اللي انتم بتشوفوه وسخ تمسكوه بطرف المحرم لا تكبوه، هذا كان على وجهكم كل النهار، شو بتتوقعوا منه نتيجه؟ اكيد راح يصير في اذيات، راح يصير في سواد. على الكونسيلر مسؤول كثير عن مشاكل العلاقه بالسواد تحت العين. نرجع الموضوع حول العينين،
ليه؟ لأنه هو أرق جلد موجود عندك بالجسم اليوم، هو شو هاي المنطقة الصغيرة هاي اللي فيها هالجلد الرئي كتير، اللي نجي احنا عم نحط له طبقات، احيانا هاي الطبقات عم يعني الاذيه تبعها ما عنده قدره يصدها. الجلد له سماكات، في مناطق بالجلد سميكه ممكن تقاوم، مناطق الجلد بتتلف بسرعه، عشان هيك بنشوف هلا اليوم باعمار مبكره عم نشوف سواد، عم نشوف تعب، عم نشوف خطوط، هذا موضوع كتير سيء. بتجي مثلا موضوع الشغلات اللي ممكن تاثر بالعادات على البشره، اللي احنا عم نحكي على عادات الدايت هلا، هو السيدات كلها حتى اللي بيكون وزنها يمكن 55 كيلو بدها تنزله، ولو بدها تنزله كيلو هي عملت دايت، انظمه الدايت كلها انظمه خاطئه، خاصه عم نسمع نحن عم تجينا تحت شعار خبراء تغذيه، ما سمعت عن واحد منهم خبير تغذيه ببرنامج واحد، يعني برنامج مقدمه لمريض بشكل حقيقي فعلا تغذوي. طبعا في ناس رح تتضايق مني من الحكي، بس بالنهايه البرامج اللي بتعتمد على الجوع هذا ما اسمه دايت. البرنامج اللي انا بجوع فيه مريض، ما انا بجوعه بالصومال بيطلع نحفان الزلمه، يعني ما في مشكله، شو نظام الدايتات؟ بعدين بده يرجع ياكل، بيروح عضله دهن بيرجع دهن، بعد فتره بتلاقي بشرتها سلتت، شحوب، سواد، نقص فيتامينات، تساقط شعر، تلف بشره بشكل عام، بتقول لك توسعت المسام، خطوط بلشت تطلع على الشفه الفوقانيه، خطوط الجبهه بتوضح، خطوط العين بتوضح، الوجه بيسلط، هي بتظهر يعني في مشاكل كثير عم نوقع حالنا فيها اللي احنا في غنى عنها. الانظمه الغذائيه لازم تكون حقيقيه صحيحه، بتعتمد على بروتين صح، والبروتين قبل اي موضوع ثاني، هذا الحقيقه. فعمليا كل انظمه اللي بتبعد عن الدهون واللحوم هي بالعكس هي بتوقعنا بمشاكل اكثر، حتى الفيتامينات المهمه للجلد هي ذوابه بالشحوم او ذوابه بالدسم. هذا موضوع مثلا اللي احنا لازم نراعي. موضوع مثلا اليوم طلعتي واضطريت تحطي ميك اب، ما تنامي بالميك اب تبعك، المستحضرات، تستعمل مزيل ميك اب او بتعمل نظف بشره على الطالع والنازل، طب رود تركيب مواد كيماويه صرفي، يعني شو جاي انت شو بصابون الغار اعتبريها مغشوشه ما فيها، يعني بدل ما يكون فيها مثلا 20% غار غاشين حاطين 10، طب فيها 10% غار منيح، احسن من مفاعل ديمونه هذا بيحطوا لي اياه بقنينه وبحطوه على وجهن وانا عم استعمل ماركه، واذا ماركه واذا ريحته حلوه واذا دافع حقه احيانا 50,000، ما هو المشكله ما بهدول، انت عم تدفع حق البراند. ما تحطوا على بشراتكم شيء ما بيلزمكم، هذا هو اكثر شغله رح توقعنا بمشاكل مستقبليه حتى لو محاليه. اكيد دكتور، بما انه حكينا عن علاج هالات السوداء بالحقن، خلينا نحكي شو له اثار جانبيه. الحقن؟ ايه الحقن. حقن اثاره الجانبيه باليد الغير خبيره. تمام. نحن عم نحكي حقن، نحن هلا دارجه عنا عادي من هب ودب. تمام. اربع خمس اعلانات على الفيسبوك، على خمس صفحات بنطلع خالصين. ولحقوا حالكم يا صبايا، واللي بدهم يسحبوا حاكيني على الخاص، مثل ما بجروا على الفي مثل ما بيقولوا عنا بالعاميه. هلا انا ما عم بقصد فيها حدا، بس هي فعلا هذا كلام يعني صار عم بيسخف عمل اليوم كثير صعب، الامراض الجلديه شغله كثير صعبه. بس تنويه للي عم بيسمعنا من السيدات، الامراض الجلديه شغله كثير صعبه. انا بقول لهم مثلا اليوم بنروح عند دكتور عيني يعطينا قطره لعيوننا، لا بنساله شو عاطينا ولا بنناقشه، لا الصيدلي بيسترجي يبدل الدواء، ولا الجاره بتعطيني رأي، ولا رفيقتنا ولا حدا بيسترجي يفتح تمي. تمام. مع العلم هاي القطره رح تشفيني بخمس ايام او اسبوع. المرض الجلدي اليوم وحده القياس تبعنا شهر، وانتم ممكن تعانوا من مشكله سنين، فعمليا أكيد. اليوم التداول مع ناس ما عندهم الخبره الحقيقيه، وكلمه خبره لا يعني خبير، خبره يعني طبيب اشراف طبي على عمل ما، لانه نحن ما انه والله عملنا الحقن ما صار لنا شيء. طيب بده يكون هذا الشخص اذا وقعنا نحن بمشكله تحسسنا، ما بده يكون عنده القدره انه هو يصلح لنا المشكله. فهذا موضوع خطر. موضوع تحت العينين، في كتير شغلات ظهرت عنا بالفتره بتمر علينا، حدا بفوت على بيضرب عصب، حدا بيضرب عرق، حدا بيضرب، يعني في بتصير هاي مشاكل حتى ولو اليد خبيره واقع تصير، يعني ما بيخرى منا اي طبيب مهما كان، يعني فما بالك بقى الحدا الغير خبير. فالتعامل معها خطورته بخطورة المكان، حساسية المكان، نبالة المكان، خلينا نعتبرها منطقة العين، فما بنلعب فيها بشكل عشوائي. التداول فيها عن طريق مراكز طبية، خلي يكون فيها طبيب مشرف ببرنامج علاجي واضح، وليس برنامج إعلاني لمادي أو برنامج إعلاني لحالي أو خصم بموضوع. هو الحقيقة ما هدول اللي عم يدير العمل التجميلي، عمل تجميلي أكبر من هيك، ما هو موضوع تداول بهاي القصة. وقت بتكون مادي صح ومركز محترم وفي طبيب موجود بقلب المركز والعمل اليوم مسؤول عنه المركز وفي بروتوكول واضح، بامكانها اي مريضه تعتمد على الطبيب الموجود جوا وتتبع معه،
وحسب الحالة الموجودة عندها هو بيحط لها البروتوكول، بيقول لها اليوم عندك هاي المعالجة بدك تاخذي هذا الحب وهذا الكريم وهي الجلسة وهي توقيتها هالقد، توقيتها بهالوقت وتوقيتها هذا الجلسة بهالوقت. يعني هي صحيح بروتوكول نظامي يفضل دائما التعاطي فيها من خلال طبي. نعم دكتور، امتى بصير في يعني ضرورة للتدخل الجراحي او العمليات الجراحية بحالات مرضية خلينا نقول تحت العين؟ تهدؤ والطفق، وقت بكون عندنا لحنا نفخة ما كتير نعول عليها، طلعت كتير مواد عليها الحقيقة بتحسنها 30%، ممكن تنفع بالحالات الخفيفة. وقت بكون هاي بنسميها البافينج اللي هي بتكون احيانا وسائل شحميه وزمة، هاي تداخل جراحي وهي غالبا وسائل شحميه. التهدلات الاجفان العلويه والسفليه هي تداخل جراحي، ما نضيع وقت فيه ولا نقنع المريض انه والله بنعمل لك جلسه كذا بتخف، ما راح تخف. بهذا الموضوع التداخل الجراحي بيد خبيره، وهون كمان نرجع نحكي بيد خبيره لانه الغلطه بكفره، يا بصير شطره عين لفوق يا لتحت، يعني كثير بدها تكون اليد دقيقه حتى ومشان تقدر تستدرك الموضوع، وفقط هذا التداخل الجراحي المسموح. هلا في بعض الحالات ظهرت فيها تداخل على تم حقن بعض المواد المالئه، تم حقن مثلا شحوم بشكل جائر، تم حقن مواد مجهوله المصدر. الشحوم هلا كمان كثير شائعه دكتور، الصبايا عم يتجهوا الى انه يمكن ديمومتها اكثر من غير مواد ثانيه، فشو رايك؟ لا هلا الشحوم اذا بدنا نعملها صح بدك تعمليها نانو، والنانو هو شحم سائل، يعني هذا ديمومته 3 شهور اكثر من هيك. حتى الفيلرات اللي بتتم تحت العينين هي ما مفترض تطول اكثر من 6 شهور، يعني هي عمرها الافتراضي انه 3 لـ6 شهور. فبالتالي اذا مريضه راحت لعند مركز وعمل لها فيلر وراح بعد 3 شهور، ما تتهم المركز بانه غشة في مشكله او غشة، لانه المواد الفيلر اللي تحت العينين هي مواد ممدده بدها تكون سوفت، ما فيها ماده كثير قاس. الشحوم اذا ما كانت نانو هي كتليه، يعني ممكن تكبتل، ممكن تعطيك مظهر مانو ظابط، يعني هي بالنهايه الشحم شيء خشن، مانو بنعومه الفيلر مثلا، مانو بنعومه ماده سائله، بالنهايه بيبقى في جزيئات خشنه، فبده يكون مارق بفلتر نانو لحتى يمشي الحال. ومع فلتر النانو اليوم هو ديمومته 3 شهور، لانه هو شحم سائل، ما في ماده تمسكه جوا، يعني انا اذا حقنته هو شحم سائل رح يرتشف الجسم بشكل تدريجي، ما في ماده تمسكه، يعني ما مثل الفيلر بجوز ماسك حاله عم بيتحرر ببطء، لا هو شحم مرتشف. اليوم بتصير احيانا الرد لتحضير هاي المنطقه اكثر من ما بتسهل نتيجتها. اليوم فلتر النانو شيء مكلف، والشفط والرد اللي بده ياخذه من منطقه من جسمه مشان يحطهم لحتى 3 شهور يرجع يسبكون علامة الجرح، بده شهر ليطيب منه، يعني الرد اللي بده يسحب منه على الاقل شحم ولو شوي بده يصير رد تحت الجلد. هذا الوضع احيانا ما بيستاهل تعبه، يعني عرفت لي شلون؟ الزرع تحت العين في وسائل طريقه لبعض الحالات، بصير في زرعات، بصير في طعوم، حتى زرعات شحميه، بس بده يكون في عندي ضياعات ماديه، بده يكون عندي مشكل حقيقي، ما هو الموضوع التجميلي اللي بتلجا فيه سيدي لمركز لتصلح فيها مشكل بسيط. اكيد دكتور، خلينا نحكي كيف فينا نعتني نحن بالجلد بالمناطق اكثر المعرضه اكثر ليتغير لونها بالطريقه الصح برايك؟ المناطق اكثر شيء بتتعرض لونها عندكم هاي العين حكينا واخذت حقها، مندير بالنا على وجهنا بشكل مزبوط، نتجنب الشمس، نتجنب السولاريوم، نتجنب البرونزاج، لانه يعني ما بنعرف قيمه بشرتنا اليوم بتنرد بطريقه غير قابله للعكس، يعني ما في سيدي اليوم بتعمل مثلا سولاريوم او برونزاج وبتفترض انه هي حتما رح تنفذ من كلف، ممكن بالرياح ينصب تسمر اليوم ويروح السمار بشكل جزئي، تكتشف انه هي عندها كلف تتفاجئ فيه، بس هي عملته بايدها. مناطق ثانيه ممكن تعاني من موضوع السواد عندكم، منطقه الابطين، نستعمل اليوم الديودورانات اللي الكواليتي اللي تكون منيحه، نسبه العطور طبعا ما بتكون عاليه، من بعد عندي دورانات السبراي، بنعتمد على بعض الاستيكات او بعض المستحضرات اللي بتكون من شركات معروفه، على الاقل عطورها بتكون او العطور المستخدمه فيها ما بتسبب التصبغات او التهيجات. نفس الشيء منطقه العانه، هاي منطقه كثير للاسف طريقه العنايه فيها ببلادنا فيها شوي شيء جائر، لانه الحكي فيه محرم بتستحي الست فيها. الحقيقة أنه هي ما بدها كتير لا عطور ولا مستحضرات ولا كتر معقمات، بدها طريقة عناية خاصة فيها، تراجع طبيبة النسائية عن لما عليها
والأمور الثانية هي طريقة عناية بسيطة، يعني بعد نزع الشعر من المنطقة يكون مستحضرات لطيفة تلطيف للبشرة بالمنطقة وبس. إذا في عندها التهابات مزمنة، عندها مشاكل هرمونية، فيها تراجع طبيب الجلدية أو الغدد أو النسائية اللي هي بتعتمده مشان تصحيح موضوع الهرموني. موضوع مثلا الكوع والركب، دائما العناية ب خلينا نعتبر رطوبة المنطقة، ما نجور عليهم كثير. بدل الست اللي بتصلي تحط مثلا الحاف سميك أو سفنجي وتحط السجادة عليهم، ما ينزل وزن جسمها كله على الركبتين، خاصة إذا وزنها منيح ممكن هذا الوضع يأثر عليها ويعمل لها تصبغات أو يعمل لها لون. الناس اللي بيقعدوا بوضعية التربيع اللي بيتربعوا أحيانا ظهر القدمين أو الجزء الوحشي منه، الجزء البراني منه، تظهر فيها بقع ممكن تكون متقرنة، ممكن تعطي لون غامق يحرج أي إنسان. في عادات أحيانا هي اللي بتوصلنا لهون، نتجنب هاي العادات لأنه هي منا عادات أساسية بسهولة فينا نتجنبها. أكيد. يعني دكتور حطيت إيدك هيك على الوجع، على العادات السيئة اللي بيقوموا فيها كتير من الناس، خلينا نقول رجال ونساء وكله، وفعلا يعني أعطيتنا نصائح كتير مهمة. نحن بدنا نشكرك كتير على وجودك معنا. وصلنا. إذا بتحب تضيف شيء أخير. موفقين. شكرا دكتور، نتمنى لك كل التوفيق وشكرا على معلوماتك القيمة. شكرا لك. إن شاء الله فتو. وهلأ يا زينب، وسط حضور رسمي وجماهيري أحيت فرقة أوركسترا وكورال وزارة التربية المركزية حفلا فنيا على مسرح دار الثقافة، نظمته مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في الوزارة بالتعاون مع مديريتي التربية والثقافة في حمص. التفاصيل مع مراسلنا أسامة ديوب. أحيت فرقة أوركسترا وكورال وزارة التربية المركزية حفلا فنيا نظمته مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في الوزارة بالتعاون مع مديرتي التربية والثقافة في حمص، وسط حضور رسمي وجماهيري على مسرح دار الثقافة. الأوركسترا وكورال وزارة التربية المركزي كان اليوم بحفل في محافظة حمص، ضمن خطة بأنه تكون في هناك حفلات دورية بالمحافظات السورية ولا يقتصر إقامة الحفلات في دمشق. طبعا حصة دمشق كبيرة دائما، ولكن الحفلات في المحافظات مهمة ليطلع الجمهور السوري على نشاط وزارة التربية وخصوصا نشاط مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في مختلف المجالات. التنسيق والتعاون بين مديرية المسرح في وزارة التربية ومديرية الثقافة ومديرية تربية حمص تجرى هذه الفعالية. الفن الحقيقة هو الحياة، والفن هو الذي يؤدي إلى السعادة ويؤدي إلى البهجة، والفن يرتقي بالنفس ويرتقي بالروح. احنا يعني كل سنة منساوي تقريبا عرضين مختلفين. هذا بالنسبة يعني للأوركسترا هو ثاني عرض، فيعني شو اسمه اول السنه حيكون في كمان يعني عرض جديد. اغاني اللي اخترناها لقدمها الكورال الممثل لوزاره التربيه منوعه، اغاني اطفال بتخص المدرسه، اغاني افلام كرتون مثل سينان، مثل لحن الحياه، وبنفس الوقت اخترنا اغاني وطنيه لو لو لو، الله محيي شوارعكي. اخترنا هلا شاميات لفيروز، مجموعه من اغاني فيروز اللي غنتها للشام. اليوم انا شاركت بكورال وزاره التربيه لانه مشان نغني، لانه في اطفال كثير موهوبين، ولنزرع مشان نغني ونزرع الفرحه على وجوه كل الناس. حبينا نعطي فكره عن المواهب الموجوده عندنا، المواهب الموجوده عند الطلاب. في مواهب كثير حلوه لناس يعني اعمارها شوي تعتبر صغيره، كثير حلوه غيرنا طبعا يعني. فبس هي كانت هيك مثل يعني فسحه صغيره لحتى نفرجي مثل المواهب. الاحتفاليه تاتي لتعزز دور الفن الى جانب التربيه في بناء الانسان واظهار مواهب وقدرات طلاب المدارس وتنميه الحس الموسيقي لديهم من خلال تقديم فن راق يعبر عن ثقافه السوريين. اخباريه السوريه، أسامة ديوب، حمص. سمارة
دكتور، نظرا للواقع الصحي وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا، عمل ابناء مخيم النيرب على مشروع خيري عبر مركز صحي تحت مسمى مركز تداوي الخيري. التفاصيل بالتقرير التالي. أطلق أهالي مخيم النيرب مبادرة خيرية عبر إنشاء مركز صحي تحت مسمى تداوي الخيري تزامناً مع انتشار فيروس كورونا. هذا المركز مجهز بكوادر طبية متكاملة تعمل على مدار 24 ساعة، مجهز بأجهزة طبية تخدم أهالي المنطقة بالكامل، ليس مخيم النيرب بل جميع القرى المجاورة، أكثر من 20 قرية يقوم هذا المركز بتخديمها. طبعا جميع الأسرة مجهزة بإسطوانات أكسجين، وقمنا بإنشاء غرف عزل كورونا للرجال والنساء. هذا المركز يقوم بتخديم أكثر من 100 مريض يوميا. إنشاء المشروع تم لتسريع عملية إسعاف المرضى والحالات المشتبه لفيروس كورونا من خلال تهيئة غرف عزل وتجهيزها بإسطوانات أكسجين، مع وجود صيدلية خاصة تخدم المراجعين بشكل مجاني. تعيننا في مركز التداوي التابع لموجود في مخيم النيرب لتقديم الخدمة للمواطنين في هالمنطقة من حالات إسعافية وحالات باردة. الحالات الباردة طبعا منعالجها صباحا بوجود فريق طبي مؤلف من 3 أطباء، أنا وفي طبيب الرخار بجو، ومؤلف من 5 عناصر ممرضين. أما الحالات الإسعافية موجودة بعد الظهر والمساء من تقديم سيرومات، معالجة الكورونا، حالات الألم الحادة، إيقاف النزوف، عارف شون، ثم إسعافهم لمدينة حلب أو لأي أقرب مشفى. نحن نكون سعداء بتقديم الخدمة لكافة المراجعين للمركز، تقديم الخدمات اللي منحسن عليها واللي منحسن نخدم المرضى فيها، كونوا نكونوا سعداء ومرتاحين لبوضع الأزمة اللي نحن فيها. نحن منيجي لهذا المركز لأنه فيه كل الأدوية وفيه أطباء ممتازين وممرضين الله يعطيهم العافية. الواحد عم بيجي بأي وقت عم بلاقيهم بال24 ساعة، إيمت ما منيجي من لاقيهم الحمد لله، وفي عندهم أدوية كاملة ومجانية. هي خطوة أتت لتخديم أكثر من 25 قرية محيطة من مخيم النيرب عبر استقبال نحو 100 مراجع بشكل يومي وتخفيف الضغط على المراكز والمشافي العامة. الجهود التي يبذلها أبناء البلد عبر الأعمال التطوعية مبادرة للتصدي لفيروس كورونا في ظل الانتشار العالمي لهذا الوباء. زينب، بهدف توفير البيئة التعليمية في خان شيخون ولاستيعاب الطلاب الذين سيعودون مع أسرهم إلى مدينتهم، تم تأهيل عدد من المدارس في المدينة. التفاصيل مع مراسلنا حسام الشاب. عادت العملية التعليمية إلى مدينة خان شيخون بعد عودة عدد من العائلات إلى المدينة، حيث قامت مديرية التربية بإدلب بتأهيل مدرستين في المدينة بهدف استقبال الطلاب العائدين إليها، ويتم العمل على ترميم بعض المدارس ضمن هذه المدينة بهدف توفير البيئة التعليمية. حال عودة الأهالي إلى هذه المدارس يتم يعني إعادة ترميمها بشكل جيد. نحن بشكل عام العام السابق كان عندنا 52-50 مدرسة، وفي هذا العام أصبح عدد المدارس في المناطق المحررة بشكل عام 72 مدرسة، فبزيادة 22 مدرسة. أما في مدينة خان شيخون ومحافظة مدينة خان شيخون عندنا كان العام السابق كان 6 مدارس، وحاليا في 14 مدرسة في مدينة خان شيخون وفي الريف المحرر، وعدد الطلاب حاليا تقريبا 1000 طالب في خان شيخون، مدارس خان شيخون موزعة على جميع المدارس. تجهيز بعض المدارس من أجل الطلاب، ونحن اليوم في عنا طلاب من صف الأول كحلقة أولى، وعنا حلقة ثانية من صف الخامس حتى البكالوريا، وتأمنت لهم الكتب، وحاليا كمان عمالي أمنوا كافة متطلبات الطلاب في منطقة خان شيخون،
وبنامل انه ان شاء الله هسه يزداد العدد تفتتح مدارس ثانيه. رجعت المدارس يعني، وفي اهالي يعني انه عم بترجع، وفي مدارس الحمد لله وكله متوفر، وحتى اساتذه في يعني انه الاساتذه الله يعطيهم العافيه ما عم بيقصروا معنا، يعني كله هون الحمد لله ماشي تمام. المدرسه كثير حلوه وجميله، ونحن كلياتنا بنحبها. المدرسه هي حلوه لان مع الطلاب ومع الاساتذه بنشكرهم لانهم عم بيعلمونا وعم يفهمونا للدروس، وبشكر لهم. وتشمل المدارس في خان شيخون كافة المستويات من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وقد أكد الطلاب بأنهم قد عادوا إلى مقاعد الدراسة بفضل تضحيات الجيش العربي السوري الذي حرر المدينة وأمنها، وأنهم ماضون في علمهم لبناء ما خربه الإرهاب. استمر 3 أعوام من العمل الدؤوب والجهد المتواصل لشباب بدافع الأمل والطموح، ترجمت من خلال مشاريع لكل منا ومضمون مختلف. لنحكي أكثر عن هالمشاريع والنتائج اللي صدرت عنا، معنا الأستاذ نضال بيطار ممثل منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بسوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح النور. بالبداية خلينا نحكي عن طاقات الشباب اليوم، وبرأيك كيف ممكن نحن نقدر نستثمرها بالشكل الصح؟ أول شيء أنا بتشكركم يعني على الزاوية اللطيفة وعلى المكان، وحتى أنتم كمان اليوم مبدعين بتغيير الأماكن وتغيير المواضيع. الحقيقة اليوم نحن لما بنحكي عن الشباب بنحكي على طاقة، بنحكي على خميرة أمة، نحكي على قوة كاملة بقلب أمة، وهي أمل وهي مستقبل. اليوم الشباب عكس ما نحن أحيانا نتداول بمجتمعاتنا أنه الشباب ملتهي أكثر بألعاب إلكترونية وإلى آخره، لا مو صحيح. نحن في اليوم الشباب اليوم عندهم القدرة وعندهم الفكر أنه يتابعوا أو يبحثوا على موضوع أو مشروع لحتى يقدر هو يساعدهم. يعني نحن بمنظمة في عنا نوعين من المشاريع، واحد من المشاريع مخصص للشباب اللي حابب يتعلم مصلحة أو غادر المدرسة، نعلمه هالمصلحة ونحاول نربطه بسوق العمل. ولكن اليوم عم نلاحظ إنه في شباب عم يقول لك أنا ما بدي أتوظف. اليوم الوظيفة إن كانت قطاع خاص أو عام لم تتطور كدخل بالشكل المناسب، بيقول لك أنا بدي أعمل مشروعي الخاص إلي، يعني جهدي وثمرة أتعابي يجب أن يكون إلي شخصيا. لذلك إحنا خلقنا وقدمنا فكر بريدجز، اللي هو أصلا كلمة جسور، نحن سميناه جسور لينتقل من الفكرة اللي عنده إلى التطبيق، من الخيال إلى الواقع. وإحنا منساعد هدول الشباب بضمن معايير محددة لأشخاص منلاقي إنه هنن هالبوتنشل، عندهم هالقدرة الكامنة وعندهم هالإصرار، ناخدهم هدول الشباب نتعاون معهم بفترة تدريب محددة، نعطيهم هالعلوم الأساسية اللي هي لازمته لينطلق هو بمشروع شخصي هو حابه. ولا نفرض عليه أي رأي، ولأنه أصلاً اللي أنت بتحبيه هو اللي أنت بتبرعي فيه. أكيد تمام. نعم يعني خلينا نروح أول شيء ونشوف كليب وبنرجع منتابع حديث. شكراً جزيلاً، تفضلي. خلال سنين الحرب اللي مرت على سوريا واللي أثرت على جميع فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب، كان لابد من وجود فرصة لترجع لهم الأمل بأنه مستقبل سوريا بيتعلق بنجاحهم وإنجازاتهم على جميع الأصعدة. ومن منطلق فكر الشباب التنموي وشغفهم بتطبيق أفكارهم الإبداعية لتتحول لمشاريع مستدامة بتساهم بإعادة إعمار سوريا، قامت منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية الـ IECD بسوريا بإطلاق برنامج بريدجز لريادة الأعمال، ولأول مرة بعدة محافظات سورية: دمشق، حلب، حمص، وطرطوس. قدم برنامج بريدجز للشباب دورات تدريبية بعدة مجالات: أساسيات ريادة الأعمال، نموذج خطة العمل، المحاسبة والتسويق، إضافة للشؤون القانونية ومهارات العرض التقديمي. كان هدف هالبرنامج التدريبي هو مساعدة الشباب لتنضج أفكارهم لتصير جاهزة لتتقدم وتتمول وتشوف وتبصر النور. أكيد أي إنجاز مو بالضرورة يكون كبير حتى نحتفي فيه، فينا نفرح بإنجازاتنا مهما كانت صغيرة ونطورها حتى تكبر وتكبر وتكبر. آمنوا بأفكاركم لأنه هي المستقبل.
أكيد خلينا نحكي عن 3 سنين عمل كتير كبير وجهد كبير. خلينا نحكي عن المشاريع اللي تقدمت، كيف أنت بيتم مثلا قبول واختيار مثلا هذا المشروع أو هذا الشخص أنك أنت وافقت على هذا المشروع وأنك أنت قبلت أكيد تموله، بعدين آلية العمل بعدين بس يبلش الشخص بالمشروع شو ممكن أنتوا تعملوا معه بعدين؟ سيدتي نحن عندنا تعاون مع الجمعيات المحلية، فكل الجمعيات المحلية اللي موجودة بسوريا هي بتقدم لنا الترشيح الأول لهؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب بيقدم بيكتب بطل طلب في بقلبه بيانات ومعلومات شخصية، هو شو بيشتغل، هل هو خسر بالحرب، هل هو فقد أحد زويه بالحرب. فنحن بنقدم شيء بنسميه نحن قائمة معايير، ونمشي على قائمة المعايير بحيث إنه كل طلب بتقدم خلينا نقول إنه بياخد علامة، هذه العلامة أو النقاط هي ومن ثم بتتحط نحط حسب الأولويات ومنبلش نستقبل هؤلاء الشباب. بنبلش نعمله مقابلة أولى لحتى نشوف بقلب المقابلة قديش هو عيونه عم تلمع، قديش هو عنده هالكليك، هو قادر إنه يقدر عنده فكرة بداية. بركي كان مكتئب وجاي لعندك وهو مكتئب وعيونه ما لمعت، أنا عم بحكي لك المشروع بس ما في عنده هالإنرجي أو هاي الطاقة الكبيرة. والله بعد 2600 مقابلة، بعد 2600 مقابلة من المتقدمين كان المشروع، فأنت صرتي بتعرفي مين اللي عنده فكرة ومخبيها. تمام. فهي بتصير القصة ممارسة، يعني بتصير قصة experience. تمام. فلحنا بنختار هدول المجموعات الشباب والصبايا ونحطهم ضمن مجموعة ببلشوا بيعملوا تدريب مدته 10 أيام. هالعشر أيام هاد مقسوم إلى 3 أجزاء. أول 3 أجزاء هي شيء اسمه ريادة الأعمال، أساسيات، شو الفرق بين مشروع صغير وريادة أعمال وأنت بتكون رائد أعمال. لأنه بالمناسبة المشروع الصغير هو مخاطرة لمرة واحدة، رائد الأعمال هو كل أعماله خطر، بيكون مخطط دائما للصدمات. فنهاية 3 أيام نعمل مثل اختبار، هذا الاختبار إذا تجاوزه بيروح على المرحلة الثانية، هن 3 أيام تانيات اللي هن الأساسيات في إدارة المشروع، إدارة، محاسبة، تسويق، بينجح فيهم يعني شفهي وعملي، بيطلع على 3 أيام اللي بعدهم اللي هي كتابة خطة العمل. وخطة العمل ما فيها أنه ورقة طويلة يقول أنا بدي أحلم وأنا بساوي، لا، هي عبارة عن نقط محددة بده يضوي عليها بقلب المشروع. انتهت فترة 10 أيام تدريب بتقدموا للجنة، وهذه اللجنة هي مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثل عنها، ممثل عن الهلال الأحمر، منظمة الهلال الأحمر، منظمة عن اليونيسيف، الجهة الداعية داعمة المشروع، ولا نتدخل فيها لحنا لأنه أنا بعرفه لهذا المتقدم، فإذا أنا تدخلت فيه فأنا حأكسر المعايير، حقول هذا بحبه، هذا ظريف، هذا لطيف. تمام، يعني ما في واسطة. والله الحقيقة إيه؟ الحقيقة إيه؟ جداً سيستم شفاف. بتخلص اللجنة تعلن النتائج في ذات نهار اللجنة عشان ما تراودنا نفسنا نغير لفوق لتحت. تمام. فتعلن بنفس نهار اللجنة تعلن النتائج وبيفوت بعدين على التمويل. في هذا التمويل نحن بنظبط له الخطة المالية ومنبلش نشتري له الأشياء اللي هو اختارها واللي هو بحاجة إلها، بنأقلع المشروع نفسهم الأساتذة اللي هن كانوا المدربين اللي كانوا مثلا يدربوا محاسبة، بصير بيعملوا شيء اسمه كوتشينج، بصير بيعملوا كل أسبوع في تليفون زيارة مخططة بخبروا إنه الثلاثة جايين عندك، في زيارة غير مخططة حتى شوفوا. تمام. يتم فيها جرد المواد يلي هو استلمها، ويتم فيها شوف قديش أعماله، إذا كان هو متعسر أو في مشكلة فإحنا بنرجع بنقول إنه المتعسرين في مجال المحاسبة نعمل لهم دورة لحتى يتجاوزوا. فأنا اليوم بعمل له خلينا نسميها مثل حاضنة، أنا بتابعه تماما إلى أن أعرف إنه هو حقق نقطة تعادل، يعني هو جاب مصاري، جاب دخل، قد اللي عطيته اللي انت مولته فيه، قد المنحة. طيب المصداقية وين؟ يعني كيف انت بتتأكد انه هذا الشاب مثلا عنده مصداقية؟ انت مثلا مولته بأموال، عطيته مثلا مثل انه اشتريت له اغراض لمشروعه، وين المصداقية انه اكيد هدول مثلا الاغراض عم بيروحوا بالطريق الصح؟ زيك انا بعمل جرد بشوفهم هل هم موجودين بالمكان اللي قرر فيه يشتغل فيه، هل هو عنده دفتر المحاسبة تبعه، دفتر مالي عم يسجل كل بيعة ببيعتها، هل في عنده أخطاء، في تجاوزات، ومن ثم بتركه لأنه خلاص هو صح.
يعني انا عم ساعده وقف على رجلي. طب خلينا نحكي عن نقطه كمان كثير هامه. هلا نحن واجبنا كلنا انه ندعم الشباب بهي الظروف الاقتصاديه. في عنا كثير نسب متعلمه ومنفتحه مثل ما قلت، لكن بدنا نركز على قصه المتابعه للمشاريع ودعمها على ارض الواقع. كيف عم تكون سيدتي باي مشروع ان كان مع شباب او باي حتى باي برنامج نحن مثل عم نساويه؟ المتابعه هي ثلاثة ارباع النجاح. تمام. لانه اذا ما في فولو اب فالامور، فلذلك احنا ركزنا على المتابعه انه تكون على الاقل في 6 شهور انا عم تابعه. ف جوهر فكر المشروع الفكر هذا هو اني انا اقدر اتابع. هلا بدي بس انا اضيف نقطه مهمه. يمكن بال 2015 طلعت دراسه رسميه وتم نشرها بصحيفه تشرين 2015، قال انه تكلفة فرصة العمل في سوريا هي 3.9 مليون ليرة سوري. نعم. يعني انا اليوم لوظف بدي 4 ملايين ليرة، لاقي شخص يشتغل بدي 4 ملايين ليرة. تمام. هذا 2015 قبل المشاكل الاقتصادية والانهيار وقيصر والى اخره. يمكن اليوم صارت 15 مليون او اكثر. احنا اليوم عم نعطي تمويل يقال بين 2 ل 2.5 مليون حسب حاجة المستفيد. احنا بهال 2 مليون وسطيا عم نقدر نخلق فرصتي عمل، لانه احنا اليوم عندنا 300 مشروع تمول في 600 شخص يشتغلوا في هذا القطاع. فاذا انا اليوم كمنظمه قادرين نخلق فرصه عمل بمليون ليره سوري يعني ولا شيء. اكيد اكيد. طيب خلينا نحكي كمان عن قصه كثير مهمه. مثلا الشخص عمل هذا المشروع وفشل بالمشروع، ممكن يرجع لعندكم مره ثانيه انه كمان ترجعوا تمولوه، ولا خلص يعني اعطيتوه فرصه مره واحده وبس؟ وكمان بدي احكي على قصه ثانيه هي اهم المشاريع اللي تقدمت عندكم، المشاريع اللي اخذت رياده واللي يعني انتم يعني اعجبتوا فيها او انصدمتوا من الشخص يلي عملها. تمام. حقيقه نحن من ضمن قائمه المشاريع كلها تم سحب 3 مشاريع فقط. تمام. سحبنا 3 مشاريع. مشروع لانه صاحب المشروع يعني عنده هدف كان اهم اللي هو خدمه الوطن، والمشروعين لانه تعثروا هؤلاء المشاريع. نحن بنضلنا بنحاول انه قد ما تعثر نضلني ساعده. فنحن ما عندنا تجربه انه حدا يعني فشل ورد رجع. تمام. نحن عندنا 3 مشاريع بس تم ايقافهم، واحد مبرر واثنين غير مبرر، فنسبه الخطا معقوله. اكيد. هذا بالنسبه للشق الاول. الشق الثاني هو اهم المشاريع اللي قدمتها. المشاريع هي مزيك. يعني مثلا بتطلعي بتلاقي في مشاريع لابلكيشنز لتطبيقات الكترونيه، صناعه اطراف علويه، اطراف سفليه، لان احنا من ضمن المشروع لازم نساوي شيء نحن نسميه البروتوتايب، نموذج. يعني هو ما بيقدر يقول لي انا بدي اعمل طرف علوي وبدي اجيب 3 دي برينتر لحتى اطلعها وبدي ارسمه، ما بيمشي الحال. شوفوا اكيد شوفوا النموذج. فنحن مشاريع متنوعة يعني مختلفة، فيها زراعة عافية، ولكن كنا عم نشتغل بدمشق وحلب والمدن، فيغلب عليها صفة التصنيع والصناعة والسيرفيسز الخدمات والتطبيقات. يعني الزراعة فيها يعني نسبتها لا تتجاوز 10%، لأنه يعني البيئة اللي احنا موجودين فيها بالمدن يعني ما فيها كتير موضوع زي حتى الزراعة. مشاريع الزراعة هي زراعة على الأسطح. يعني مثلا واحدة من الزراعة في مشروع مهم كثير بحلب وأنا شخصيا بحبه، يعني ما بعرف ليش، إنه هو قرر إنه يجمع التفل تبع شركات الإسبريسو، لأنه حلب بحبوها كثير شركات الإسبريسو تبع القهوة، فهو بيجمع التفل يخلصهم منه وبيزرع فطر. فأنت بتطلع اليوم بتلاقي إنه عم ينتج يعني مئات الأطنان من الفطر، منتج زراعي من قيمة صفر. تمام. فالمشاريع كلها بتشبه هيك، وأنا شخصيا يعني بتمنى إنه يكون في طريقة إنه نقدر نشوف 4-5 كل مرة يحكي على مشروعه. أكيد. يعني أستاذ نضال كتير بلدنا بحاجة لهي الخبرات إن كان من قبلكم، وأيضا للأفكار النيرة اللي تطبق على أرض الواقع بما يخص الزراعة والاقتصاد والصناعة، خاصة بهي المرحلة اللي عم نمرق فيها. وإيدنا بإيدكم، وإن شاء الله نحن وياكم نقدر فعلا إنه نساعد هالشباب على الإبداع والإنتاج بظل ظروف الاقتصادية والوضع يمكن النفسي اللي الكل عم بيمرق فيه. إن شاء الله هيك بيمر على خير. نشكركم وتشكر وجودك معنا. بالعكس، أنا بدي أتشكركم إنكم دائما متابعين لكل الأشياء، وأنا معك سيدتي. بلدنا ما يعني هي نحن لسنا بحاجة
لشيء نحن بحاجة أن نعمل بالوسائل الموجودة عندنا، والوسائل اللي عندنا جميلة يعني الشباب وأفكارهم، في عندنا وسائل جيدة يجب أن يتم أن نحسن استثمارها. وأنا بتشكركم، شكرا جزيلا. أكيد بدنا نحسن استثمارها، عندنا طاقات إبداعية كتير كبيرة، عندنا شباب بنفتخر فيهم، الشباب السوري بنشوف حالنا فيهم، وأكيد الأمل والطموح كله عند الشباب السوري. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا حضرتك، وأنا كتير سعيد إنه دائما إني موجود معكم، وسعيد إنه في مين عم يتابع هذه الإجراءات، والله يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا. أكيد وصلنا لنهاية صباحنا سمر لليوم، نتمنى نكون قدمنا الفائدة والمتعة لكل من كان ضمن رحلتنا الصباحية. نتمنى لكم النهار يكون مليء بالمحبة، الصحة، الأوقات الحلوة مع العيلة، والخير دائما. أهم شيء ديروا بالكم على حالكم، ودائما خلوا الأمل بين عيونكم، إن شاء الله يكون الأيام الجاية بتحملنا كل الخير يا رب. تضلوا بألف خير، وتضلوا بألف خير سمر. وانت كمان منهارك سعيد يا زينب، واكيد انترونا بكره على الساعه 9، والى اللقاء.